بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، النبي الأمي الأمين وآله الأطهار والسابقين الأنصار في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نتكلم النهاردة عن حقيقة الكتاب المبين الذي فيه مفاتيح الغيب ويخص علام الغيوب. أحبتي في الله، إنه يوجد كتاب يسمى الكتاب المبين، خلقه الله بعد العرش العظيم، بل هو أول شيء خلقه الله هو القلم من بعد عرشه العظيم. ثم أمر الله القلم أن يكتب، فنطق القلم وقال: وما أكتب؟ قال: أكتب شيء ليس كمثله شيء ولا قبله شيء. فكتب القلم الله النعيم الأعظم، ثم كتب الذي ما هو دون ذات الله سبحانه، سدرة المنتهى، العرش العظيم، ثم كتب ما دون سدرة المنتهى، وهي جنة المأوى، عرضها كعرض السماوات والأرض، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم كتب ما كان وما سوف يكون من الأحداث الصغرى والكبرى إلى يوم الدين، تصديقا لقول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم استنسخ فيه علم غيب أعمال عبيد أجمعين، تصديقا لقول الله تعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. وذلك لأن أصحاب النار جميعا سوف يرفع كل واحد منهم قضيته على ما كتبه عليه الملك عتيد، فينكرونها جميعا ويقولون: ما عملنا من سوء، ويبدون في الإنكار من بعد ويبدأون في الإنكار من بعد موتهم مباشرة ويوم القيامة. وقال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فلقوا السلام، كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. والإنكار منهم حدث مباشرة بعد موتهم، حين توفاهم الملك عتيد ومساعده رقيب، فأنكروا جميع أعمال السوء التي كتبها عليهم الملك عتيد، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. ومن ثم رد عليهم الملك عتيد، والشاهد على براءتهم من الإفك الملك رقيب، ردوا على المنكرين أعمال السوء التي كتبها الملك عتيد، وقالوا: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. بمعنى إنهم ردوا الحكم إلى علام الغيوب الذي علم المستقدمين من عبادي، وعلم المستأخرين، وعلم بما سوف يعلمون منا في علم الغيب من قبل أن يخلقهم الله، تصديقا لقول الله تعالى: وإن لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. صدق الله العظيم. حتى إذا جاءوا ربهم يوم الدين، وهو السائق وخصمه والشاهد، فأما السائق فهو الملك عتيد، يسوق خصمه الإنسان إلى الله ليحكم بينهما: هل ظلم عتيد الإنسان في شيء؟ وكتب عليه ما لم يفعل. وأما الشاهد فهو الملك رقيب، كونه كان حاضر حين فعل الإنسان السوء، غير أنه ليس مكلف بكتابة أعمال السوء. ولذلك أصبح دوره إيه؟ شهادة بالحق. أصبح الملك رقيب دوره إنه شاهد بالحق، ولكن الإنسان من الذين ظلموا أنفسهم ينكر ما كتبه عليه الملك عتيد من السوء، وكذلك يطعن في شهادة الملك رقيب. ثم يخرج الله الكتاب المبين، كتاب علم الغيب الذي يخصه سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وقال: هذا كتابنا ينطق بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سبحان ربي العلي العظيم.
وبما إن العبيد أصبح أعمال الصحاب أعمال السوء، يعلمون أن الملك عتيد وشاهد ورقيب لم يظلمهم شيئا، حتى إذا وضع الله كتابه تنزل من ذات العرش لكي تتم المطابقة بين ما فيه من علم الغيب للأعمال وبين ما في كتاب الملك عتيد. وبما إن أصحاب السوء يعلمون أن الحافظ لم يظلمهم شيئا ولذلك مشفقون في أنفسهم مما فيه، وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإنما قال المجرمون ذلك في أنفسهم ولم تنطق به ألسنتهم، بل قالوا في أنفسهم: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. ولكنهم لم يجدوا غير الاستمرار في الإنكار بأنهم لم يعملوا شيئا من السوء، فيحلفون بالله ظنا منهم إن الذي كتب ذلك الكتاب المبين إنما هو ملك آخر كمثل الملك عتيد، فلم يعلموا إن الذي كتب الكتاب المبين إنه الله علام الغيوب الذي علم بما سوف يفعلون من السوء من قبل أن يفعلوه. وبما إنهم لا يعلمون إن الكتاب المبين يختص بالله طعنوا في صحته وحلفوا لله بالله. وقال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. صدق الله العظيم. ثم يزداد غضب الله عليهم فيختم على أفواههم لتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وبعد أن تشهد عليهم أطرافهم فهنا يأسوا بأنهم يستطيعوا الاستمرار في الإنكار، ثم يطلق الله أفواههم لكي يخاطبوا أيديهم وأرجلهم وجلودهم. وقال الله تعالى: وقال لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ثم خاطبهم الله تعالى وقال: علام الغيوب، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العظيم. ومن ثم يصدر الأمر من الله الواحد القهار إلى الملكين الموكلين بالإنسان من البداية إلى النهاية، وهم رقيب وعتيد. ثم يقول الله للملك عتيد والملك رقيب: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. ولكن الشيطان لا يزال في جسد الإنسان، فهما روحان في جسد واحد وهما في العذاب مشتركون. ففزع الشيطان قرين الإنسان حين سمع الرحمن أصدر الأمر إلى الملكين عتيد ورقيب: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. صدق الله العظيم. ومن ثم نطق الشيطان قرين ذلك الإنسان محاولا تبرئة نفسه وقال: قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيط؟
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن ثم يقول الإنسان لقرينه الشيطان الذي أضل عن الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذلك لأنه مس في جسد متلازمان في العذاب مشتركان. ولا نقصد مصوص المرضى الذي يمرضهم الشيطان الذي ابتلاهم الله من المؤمنين، فلا نقصد هذا النوع من المس، بل نقصد مس التقييد بسبب الغفلة. ولا نقصد به مصوص المرضى على الإطلاق من المؤمنين الذين تؤذيهم مصوص الشياطين، بل نقصد مس التقييد وهو الشيطان الذي يقيده الله للإنسان الذي يعرض عن ذكره فيعش في غفلة عن ذكر ربه، تصديقا لقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، صدق الله العظيم. ولذلك قال الإنسان لقرينه الشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد، صدق الله العلي العظيم. اللهم قد بينت فاشهد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، معلم البيان الحق بالقرآن، الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.